صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا باب فاطمة لا طرقت بخيفة، يا باب فاطمة لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا. أولست أنت بكل آل ما بطل أملاك فيك تقبل الأعتاب. فداك ما علمت بفاطم، نفسي فداك ما علمت بفاطم وقفت وراك توبخ الأضحى. يا 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 عليك فما استطعت تصدهم لما توكب الظلال غضابا وما رققت لضلعها لما انحنى كسرا وعنوا تزجر المرتايا. وما درى المسمار، وما درى المسمار حين أصاب من قبلها قلب النبي أصاب. يا 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 عتبي على الأعتاب فيها محسن ملقا فمنالت لذاك ترايا. يا قد عدوا للبيت عدوة آمن من ليث غاب وداس الغابة، لو ينظرون ذبال صارم حيدر لرأيتهم يتطايرون الذباب. لكنهم علموا الوصية أنها صارت لصارم الثقيل قرابا. يا هنايا
ذلك ويضع اللجائب في عنق من مدت له يوم الغدير رقاما سحبا والزهرة تعدو خلفه والدمع تجري عليه السحاب ودعتهم خلوا ابن عمي حيدري او لا تشوفا للدعاء اللي قاضى بيان الباب والحاير وطاحت فاطمة البضعة والله بين الباب والحيط أصاحت فاطمة البضعة اي والله وقام الرجل يتعمد الباب صوب الحائط يدفع اجبع اجبع والله اجبع اجبع صبر الكرار اجبع صبر الكرار يا او تصرخ صوته يسمعه اي والله الحقلي تقل الحقلي يا ابو الحسني الحقلي يا ابو الحسني يا فارس بدر وحنين يا اللي ضربت بالسيف يا تقل الحقلي يا ابو الحسني ايوه يا فارس بدر وحنين يلا ضربيت بالسيف يا حيدر ترى الباب بصدر نبت بسماره يا حيدر ترى الباب بصدر نبيت بسماره والله من يفضل يا ابنك تاب حز من يفضل وابد ما يفض ناحي من يفضل يوم قلبي على الصهات يفضل الحمل طاح وهو فوق الوطي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا يقول العلماء والعارفون والمطلعون على خصوصيات الصديقة الطاهرة
فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وهناك مجموعة آراء فيما يتعلق بعظمة هذه الجديدة المقدسة على ضوء ما فهموه من القرآن الكريم في حق أهل هذا البيت وفي شأنهم العظيم. وأن فاطمة الزهراء سلام الله عليها مشمولة لأبي وأمي لكل هذه الأحداث الإسلامية، وقد رافقتها كما يعبر عنها في هذا المعنى الكاتب المعروف سليمان كتاني في كتاب فاطمة وترسي غمد: إيش فاطمة يا ثغرا تحلى بالعطاء فطاب رضابه، ويا حلقا تجمل بالمكرمات فذكى إهابه. لقد عبق خط وصلك لابنة عمران ابنة المصطفى، فتلك مريم ما فرشت الأرض إلا من نفس الزنادق، وأنت النفحة الزهراء ما نفذت الطيب إلا من مناهج الكوثر، فالخط خط الطهر والحصار، والأرض لولا هذا الأثير يغمرها تأجل، والزمن لولا هذا العبير يرشفه يأسا. قصدي من كل هذا الكلام هالكلمة هنا: لقد كانت النبوة طفلك البكر، لقد كانت النبوة طفلك البكر، ولدت وهي الإسلام فاطمة سلام الله عليها. لقد كانت النبوة طفلك البكر، دعبته بيد وحضن فيه جروح وضمت وضمن فيه بشوق، فاشتعلت بين حناياك أشواق السماء. أي فتى هو فتاك، يعني زوجك، أي فتى هو فتاك من دغنت في رحابه، إلا كما يندغم النور في كأس شفيف. يا أم أعظم ريحانتين جسد أشواق النبوة، يا أم أعظم ريحانتين جسد أشواق النبوة. يا فاطمة يا وتر في غمد، إلى آخر كلامه فيما يعبر. وهذا في الحقيقة الكلام هو أدبي ولطيف، لكن مولد توليد مو أساس. ها توليد هذا، لكن تعال إلى الأسس، شوف القرآن الكريم شلون يثني على فاطمة الزهراء، شوف القرآن الكريم يثني على النبي وأهل البيت. وقد أنزلها الله منزلة جدا عظيمة للزهراء، فجعلها نفس محمد صلى الله عليه وسلم. واحنا شو وقت يزداد تعظيمنا للزهراء؟ بالوقت الذي نعرف عظمة محمد. ومتى نعرف عظمة محمد؟ بالوقت الذي نعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. أي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني مصداق محبة الله على ضوء هذه الآية، مصداق محبة الله هي محبة محمد صلى الله عليه وسلم. ومصداق محبة المصطفى محبة الزهراء وبنيها وبعلها وبنيها، مصداق هاي المحبة. إذا أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو أنت تحب رسول الله وتأذي ذريته وأهل بيته وتخالفهم وتنفرهم وتشكك فيهم، لا ما يصير، مو مقبول لا عقلا ولا ذوقا ولا عرفا ولا شرعا أبدا، ما يصير. نحن نكرم رسول الله، نتبجح رسول الله باسم رسول الله، ولكن من كريم ذريته وأهل بيته وطارديهم عن أدنى حق شرعي للمثل، ما يعني معقولة ولا يقبل الذوق نهاية صراحة. هنا وين أنزل في محل نفسه عن جعل نفس الرسول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأنفسنا وأبناءنا ونساءنا. فهذه الزهراء سلام الله عليها في مضمون هذه الآية الكريمة، ثم هي
مراعاة من قبل الله بآية المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وإلى غير ذلك من المضامين. فالله سبحانه وتعالى نحتها في أكثر من موطن في هذا الكتاب الكريم، من ضمن نحته للنبي ولأهل بيت النبي: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مطهرون نقيات ثيابهم، تجري الصلاة عليهم أينما ذكروا. فجميع الأبعاد، شوف اصغي لهاي الكلمة وشوي انتبه لها المعنى، هذا كلام لرائد علم على ضوء ما عرفه عن حقيقة هذه الزهراء. لما اقول عن حقيقة هذا جذاب، حقيقة الزهراء حقيقة عجيبة، لكن هذا مثل ما يقول فالتعبير. يقول: جميع الأبعاد الطيبة المتصورة للمرأة وللإنسان، شو كل شيء استوعبوا شباب، شو صلى على محمد وآل محمد. شقف فكرك تصور للطيب، وشقف فكرك تصور للخلق، وشقف فكرك تصور للإنسانية والإحسان والمروءة والشرف والجمال والعقل والفهم والدين. شف يعني فكرك تصورات من هذه الناحية، فإنها جميعا تجلت في فاطمة الزهراء سلام الله عليها. هذا معنى يقول: جميع الأبعاد المتصورة للمرأة وللإنسان تجلت في سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأنها فيها موجودة، فهي امرأة بأبي وأمي، روحانية ملكوتية. وفاطمة الزهراء ليس بامرأة عادية أبدا، فهي إنسان بجميع ما لهذه الكلمة من معنى، فهي موجود ملكوتي، موجود ملكوتي فاطمة سلام الله عليها. فظهرت في هذا العالم على صورة إنسان، وهاي الخصوصية تشمل من هو كفؤ لها، وذاك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وشرف هالذرية هاي هالعظيمين. الله، لو أن الحسن والحسين أمهما غير فاطمة، مو فاطمة وحدة ثانية، فما ترى لهما معنى أصلا. ولو أن الحسن والحسين أمهما فاطمة ولكن أبوهم مو علي، فالواحد آخر أيضا لا معنى. فالمعنى في الحسن والحسين من علي وفاطمة. يعني المعنى في هذه الذرية التي يقول القرآن ذرية بعضها من بعض، معناها جوهرها منوط في علي وفاطمة. مو أنا اللي أقول، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مو كل شيء سايبر بقلبي من هاي الناحية أذكره. أريد هالشكل يكون عندك فرق ثقافة، هذا الإنسان المثقف. مو ثقافتك عارف مولانا تعرف تاريخ الموسيقار الفلاني أو المغني الفلاني أو مولانا، ثقافتك تعرف أبعاد الزهراء سلام الله عليها بأبي وأم، شأن هاي الصديقة الجليلة العظيمة. الله يقول في كتابه الكريم: يا أهل يثرب لا مقام لكم. يقولون بتفاسير هذا الخطاب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ويثرب هي المدينة، وهي المدينة قبل أن يدخلها الرسول لا شأن لها، عادية، ولكن لما دخلها الرسول واستقر هذا الرقم
لهذا البيت العلوي، هنا تجلت هذه الأنوار. هذا شبك تفهم المعنى لما تقرب الزهر الجامعة: وجعلكم الله أنوارا بعرشه محدقين. ها وين كانوا البيت؟ الإمام الصادق إلى قصيدة من جملة يقول: في الأصل كنا نعم، في الأصل كنا في ذلك الزمان في ذلك المكان نعم أنوار كذا يستضاء بنا، ونحن اليوم في هذا العالم في هذه الدنيا. سأل أبيات مبادرة مع قسم منها، فالمهم يقول نحن برهان في هذه نعم نحن البحور التي فيها لغاء سخم در ثمين ها وياقوت ومرجان، نحن سادة الفردوس، نحن الذي نملكها. بعدين الإمام يقول نحن هكذا كنا أنوار. وهنا بزيارة جامعة لتزورها أنت نعم، وضع الإمام الهادي سلام الله عليه نعم: قد جعلكم الله أنوارا بعرشه محدقين، فمن الله علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يعني ذول أنوار كانوا بعرش الله، فمن الله علينا بهم وأن أنزلهم في هذه الأرض وأسكنهم هذه الأرض التي سميت بهم طيبة وطابت. وهذا بيت الزهراء إذا كانت نور بعرش الله كانت فاطمة سلام، إذا كانت بعرش الله نور كانت، ففاطمة الزهراء سلام الله عليها بيتها سقف بيتها عرش الله عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وأمهم فاطمة الزهراء ونورانية فاطمة الزهراء. فإحنا الشيء اللي نستفاد من هاي النورانية أنه نتخلق بأخلاق فاطمة، وخصوصا المرأة المسلمة الصالحة أن تتخلق بأخلاق الزهراء سلام الله عليها. حبيبي هاي الأخلاق الفاضلة عند فاطمة الزهراء، يقول كانت فاطمة الزهراء ترتدي كذا من الثياب، تلبس كذا من الحجاب. وإذا تشوف مثلا المرأة محسوبة على فاطمة الزهراء على ملاك أهل البيت نعم، يا بشنو أنت صراحة نحج إخواني واقعا يعني واحد هم قلبه دي يتقطع ويتأذى ويتأثر. يعني أنت تمر لك على واحد وشوف النار محيطة بي ودي يحترق، تعوفه وتروح له قلبك يحترق عليه، على الأقل الصيح حيهم يا جماعة ترى ما راح يحترق تعالوا له مثلا. والله هاي الناس لا يشوف ده تحترق في نار جهنم وانت ده تشوف بعينك، يعني ما يصير واحد يغفر. يا اخوان اسمعنا يا ايتهن المؤمنات، تحلينا ايتهن المؤمنات باخلاق فاطمة الزهراء. ما يصير انت محسوبة على ملاك الزهراء واخلاقك اوروبية، ما يصير مجالاتك اجنبية. شوي دير بالك، رجع لهذا الثوب، ثوب التقليد اللي كانت لبس المرأة المسلمة، ثوب يعني نفنوف ونبشي، تقول لك أنا محجبة، جاذي ايش عمي؟ ها؟ لابسة بعد أنا ربطة وماذا شنو ترتيبات بس بنطروط. والله منكر هذا عمي، والله ما يجوز، حرام يا مسلمين، وإلا ترى ينزل العذاب علينا. وهذا شيء يشكل يعني فرد خطر على الأمة وعلى المجتمع. يعني هاي حضارة هوجاء مدنية يعني مجنونة، واحنا هذا مو لايق اهلنا. احنا ناس اهل منابر واهل مجالس والحسينيات، احنا ما ممكن احنا لرواد هاي المجالس. الان روح في اوروبا مولانا، قالوا روح تشوف لك عرب الشايب والولد والبنت والعجوز وكذا، كل من حاطه 3000 4000 وجر فيه. واحنا نختلف يا جماعة يا مؤمنين حقيقة، يعني ما يصير احنا لو ناس عرفتوا. أنا نتمنى أن يحشرنا الله مع الكلاب في محشر، أو إحنا نتمنى أن الله يحشرنا مع أهل البيت، يحشرنا مع فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. وإلى أقف على كل حال، إحنا نأخذ مثلا حياتنا المنهجية، خصوصياتنا، حقيقة يعني أحوالنا الشخصية، هذا موضوع التوالد والزواج وما شابه والتربية. خلينا نتعلم
من الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء. هذه فاطمة اللي هي نور بهذا المعنى وبهذا الشكل واللي اسم من أسمائها المحدثة. وهنا شوي راح عن بالي أحب أذكر هالفقرة هذه، صلوا على محمد وآل محمد. ثم أعود للموضوع وأختم المجلس، ما أطيل عليكم. فاسمعوا يا شباب، أنا سجلت هذه الكلمات من مصادر كثيرة. فاطمة الزهراء لها شبه بليلة القدر، أكو تشابه بين فاطمة وبين شنو؟ ليلة القدر. اسمع وياي، أكو تشابه بين فاطمة الزهراء وبين ليلة القدر. يقول: من عرف فاطمة عليها السلام حق معرفتها أدرك ليلة القدر. منتبه القضية جلو؟ وين تقرأ هذه الرواية؟ المجلد الثالث البحار صفحة 65، اقرأ هناك. طبعا عن الأئمة السلام: من عرف فاطمة عليها السلام حق معرفتها أدرك ليلة القدر. أدرك ليلة القدر، هاي الليلة التي الله أخفاها بين الليالي في شهر رمضان، صواب، حتى الناس يطلبونها. والتشابه من وجوه، اسمع الأول أن ليلة القدر مجهولة للناس من حيث القدر والمنزلة والعظمة، والناس فطموا وقطعوا عن معرفتها. وكذلك البضعة الأحمدية والجزء المحمدية عليها السلام مجهولة قدرها، مخفي قبرها. والزبد هذا اخفى قبرها الى السر، حتى تبحث عن معنى الزهراء سلام الله عليها. شوف اسمها التشابه الاول، مثل ما ان ليلة القدر مقطوع عن الناس معرفتها ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، عرف عزيزي؟ فكذلكم فاطمة الزهراء سلام الله عليها من هذه الناحية مجهولة قدرها، مخفية قبرها. الثاني: كما أن ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، كذلك بفاطمة يفرق بين الحق والباطل بعد، والمؤمن والكافر. ما هذه إنك تقدر تتحمل هالحكي هذا وتسمعه؟ هذا ولا لا؟ وهذا طبعا كلام مسؤولي. والثالث: كما صارت ليلة القدر ظرفا لنزول الآيات والسور، فهي سلام الله عليها صارت وعاء للإمامة. هنا شوية أعود إلى الكلام الثاني الأول. الثاني: كما أن ليلة القدر يفرق فيها كل أمر حكيم، كذلك بفاطمة يفرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر. هاي الكلمة مو تنظرها في زاوية، لا، انظرها في جميع الزوايا. مرة إنسان كافر بالله، نعوذ بالله، ومرة إنسان كافر بصفة من صفات إنسان من جانب أخلاقي، عرفت ولا؟ ومن جانب إيماني. يعني انت اذا ما تعرف حق فاطمة الزهراء يعني كفرت بحق لفاطمة سلام الله عليها، وعليه ان الله يسألك ويحاسبك عن هذا. نرجع. الثالث: كما صارت ليلة القدر ظرفا لنزول الآيات والسور، فهي سلام الله عليها صارت وعاء للإمامة صارت وعاء للإمامة، أي للأئمة. شلون ليلة القدر الله جعلها ظرف لنزول القرآن والسور والآيات والروح وما شابه والثواب، فكذلكم الله جعل فاطمة الزهراء ظرفا وعاء للأئمة الذين أولهم الحسن وآخرهم المهدي. والرابع: أن ليلة القدر منشأ للفيوضات والكمالات، وكذلك التوسل بها وسيلة للخيرات والبركات ودفع
مصائب والتبعات. والخامس إن ليلة القدر معراج الأنبياء والأولياء، وكذلك ولاية فاطمة الزهراء مرقاة لوصول المؤمنين إلى رحمة الله، ولاية الزهراء سلام الله عليه. والسادس إن ليلة القدر خير من ألف شهر، وكذلك سلام الله عليها هي خير نساء الأولين والآخرين. وهي خير نساء الأولين والآخرين، إن فاطمة خير أهل الأرض عنصرا وشرفا وكرما، هي مشكاة نور الله جل جلاله، زيتونة عم الورى بركاتها. وهي سلام الله عليها كما قال الباقر: عنصر الشجرة الطيبة التي هي رسول الله وفرعها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. فهذا التشابه بصورة مختصرة فيما بينها وبين ليلة القدر. فاطمة سلام الله عليها خليها يبالك، ليلة القدر الله جعلها ظرف لنزول القرآن، الله جعل فاطمة ظرفا وعاء للأئمة الطاهرين الذين أولهم الحسن وآخرهم المهدي صلى الله عليه وسلم. تعال إلى هذه المرأة العظيمة، كيف كان رسول الله يحبها كما في الروايات. تقول عائشة، قالت عائشة: والله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله بجل امرأة كما بجل فاطمة الزهراء، أو أحب شخصا كما أحبها. وكان صلى الله عليه وآله يقدسها ويعظمها. أيت لما أنزل الله سبحانه وتعالى منع المؤمنين أن يدخلوا على النبي إلا بإذن منه، فما رأيته يغلق باب عن فاطمة حتى مرة طرقت الباب وأرادت أن تدخل. قال بني: لماذا تطرقين الباب؟ قالت: استئذان. قال: أما أنت فمعفية من هذا الاستئذان. فثاني أبو يا أبو معفية، أنا مو معفي أن أدخل بيتك بغير إذن منك، أنت معفية من الله، أنت دخلي بأي وقت، أما أنا فأطرق الباب وأقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. ومعظم، نعم، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومهبط الرسالة والوحي والإلى آخره، حتى أن البيت بيتك والبنت. فيقول بني: أن الله أمرني أن لا أدخل في بيتك إلا بإذن منك. وتروي عائشة تقول: والله إنها شبيهة النبي بكل حركاته، ما تختلف مشيتها عن مشية رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا قالت: حتى في ذات مرة كنا جالسين والمجلس في بيتي، وكل نساء النبي قاعدات والباب مفتوحة، وإذ أرى رسول الله قام مسرعا حتى ظنت أنه له حاجة مهمة، وإذ أراه يستقبل فاطمة الزهراء. فاطمة فاستقبلها ضمها إلى صدر، قبلها بين عينيها، جابت لها على فراشه وانطها وساتها وقعد بسطها. قل: فما رأيت مد رجليه، وإذا تكلمت يصغي إليها، ورأيت قبل عينيها، وكان يمرخ خديه مرة خديه على كفيها. سلام الله عليه. تقول: حتى رأيت لما قام في توديعها، وبعد ذلك رجع. قلت: يا رسول الله إنك لتحب فاطمة. قال: الله أمرني بمحبتها. يعني هذا بالإضافة إلى عواطف الأب، يعني هذا الاحترام، هذا التكريم. يعني احنا باستطاعتنا نقول مثل ما نقول آية الله، كتاب الله، بيت الله، ناقة الله، نقول فاطمة الله، فالله ولي أمرها. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أنا ولي بيتي، أنا ولي بيتي وبناتي وأولادي، إلا فاطمة فوليها الله سبحانه وتعالى، إلا فاطمة أمرها يمون بي. ولذا لما صار موضوع زواجها بأبي وأمي، لما تألقت وبلغت ما بلغت من النور، وكانت فاطمة سلام الله عليها تنمو كما ينمو، نعم، تنمو باليوم كما ينمو الصبي بالشهر،
أو الصبية بالشهر، كان صلوات الله وسلامه عليها يعني أوصف لك عن الزهراء بأبي وأمي النور كمالها جمالها نور على أي حال. يقول هنا تطاولت الأيدي وخطب كبار أصحاب رسول الله حتى أن عبد الرحمن بن عوف قال لي يا رسول الله أنا أقدم مهرا لفاطمة الزهراء 100 ناقة سوداء حدق العيون مع كذا مبلغ. وكذلك خطب الخلفاء كلهم يعني والجماعة، فالنبي صلى الله عليه وآله قال إن أمر فاطمة ليس بيدي أبدا، حتى أنه في الرواية يقولون أن أبا بكر وعمر وعثمان وأبو عبد الرحمن وعوف فالجماعة كلهم قاعدين قالوا أعتقد، أحدهم قال أعتقد أن محمد يريد أن يعطيها لابن عمه وهو فقير لا مال له. يعني لما نقول علي فقير لا مال، لأن علي بن أبي طالب ما يدخر الأموال وإلا حصة من الغنائم حصة الأسد من الذبيحة أولا، بس علي بن أبي طالب ما يضم ما يدخر. الإمام سلام الله عليه يقول لا يدخر المال إلا البخلاء، والمال لا يجتمع إلا عند البخلاء. أما مثل علي بن أبي طالب المؤثر على نفسه ما يجتمع عند المال. على كل حال حتى أن الإمام علي بن أبي طالب ملخص الموضوع يقول دخلت على رسول الله خاطبا، جئت أني أقف فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فعليه أنه أن نقتدي بالزهراء نقتدي بالنبي نقتدي بعلي بن أبي طالب خصوصا في هذه الأزمنة اللي أنا أشوف من رأيي أن الإنسان يسرع في تزويج أولاده تزويج البنات واقعا يسرع ولا يخلي فرد يعني فرد حوادث خصوصا بهذا الوقت خصوصا في هذا الزمن، لأنه في الزمن هذا يا سبحان الله لا يزداد فيه المسيء إلا عتولا ونفورا وبعد، وما أقدر بعد أقول لك أعطيك صور عن هذا. فهذا الزواج لا بأس يكون مبكر وبصورة سريعة ومع التسهيلات، ويقولون علميا إن الزواج المبكر عامل مهم في شفاء الأمراض الصدرية. كان ذاك المرض الصدري درن نعوذ بالله أو قلق أو وساوس أو ما شابه صور حبيبي، هذا الزواج المبكر يكون شفاء عرفت ولا لهذه الصدور. وقضايا ترى أقصد مفاسد نعوذ بالله، نسأل من الله تعالى أن يجير المؤمنين بمحمد وآله. وبعدين التسهيل تسهيل الأمور، أنا أسهل الأمور عرفت ولا، مفرط طلبات صعبة تتصورون أكو زواج خرب على أساس أن البيت أو أن باب البيت مو مصبوغ ليش الصبغة اللي ريتها أبو البنت، ما تدخل خلاف يعني صار على صبغة الباب والله لا معنى هذي. تعال خلينا نشوف فاطمة الزهراء شلون تزوجت وشنو البيت اللي قالت بيه، وانطيني مرة بالوجود تشابه قلامة أظفر فاطمة الزهراء سلام الله عليه. طيب قل يا بهاي صار حبيبي. فعلى كل حال يا عزيزي اجى الامام علي سلام الله عليه يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلمت عليه، قلت يا رسول الله او سكتت. يقول لما جلست عند رسول الله سكتت واخذت اتصبب حرك انا استحي انا اقول له اريد فاطمه. فالتفت اليه قال يا علي كانك جئت بحاجه، قلت نعم يا رسول الله. فقال لي يا علي ما حاجتك؟ يقول فسكتت. قال يا علي كأنك جئت تخطف فاطمة؟ قلت نعم يا رسول الله. قال بشرك يا علي الآن كان عند جبرائيل وأمرني من قبل الله أن أزوجك من فاطمة الزهراء. لأنه قال يا رسول الله إن العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك زوج النور من النور. قلت من النور والنور؟ قال النور علي والنور الآخر فاطمة الزهراء سلام الله. حتى أن النبي ابتسم وضرب على كتفه قال أتدري يا علي أنتم مرج البحران البحرين، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.
يخرج منهما اللؤلؤ، كما في تفسير البرهان اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين سلام الله عليهم. على كل حال قال له يا أبا الحسن قد زوجتك، إن الله زوجك بالسماء الرابعة، وأمر شجرة طوبى أنها تتناثر درا وجوهرا وإلى آخره. يذكر الشيخ البهائي في مذكراته يقول في سالف الزمان وجدوا عقدا من در قاني ومكتوب على أنا در من السماء، أنا در من السماء، نثروني يوم تزويج والد السبطين، كنت أصفى من اللجين بياضا فصبغتني دماء نحر الحسين. صاحبي على كل حال قال له يا علي قدم المهر. علي بن أبي طالب يقول أنا قلت يا رسول الله المهر اللي عندي في الحقيقة يعني أنا ورق عين نقد ما عندي، أنا عندي ناضحي وعندي سيفي وعندي ذرعي. قال أما سيفك لا نستغني عنه ترد به عن أعداء الله، وأما ناضحك تنقل عليه ما ناضح يعني جمل يجيب عليه ما يجيب عليه حطاب، يعني هذا مركبك ما تستغني عنه. أي يقولون الرجل إذا اضطر يعني حتى إذا يضطر لا يبيع مركبه ولا يبيع داره ذني، عرفت ولا أنا ما ممكن. وإذا واحد يطلبك فلوس ويوازيك إلا تبيع دارك إلا تبيع مركبك، يقول لا يجوز لهذا الرجل أن يبيعك دارك ويبيعك مركبك أبدا لا يجوز، عرفت مولانا، ولا يجوز لك أن تتخلى عن دارك ومركبك، المركب والدار حبيبي هذا لأنه ضروري في الإنسان. فهنا النبي صلى الله عليه وآله قال له أما الدرع فلا حاجة لك به. أنا أشوفك دائما تدخل المعركة بلا درع وتقول علي جنة من الله إذا دنا أجلي فرجت عني. الدرع بيعه الإمام علي سلام الله يعني هذا الدرع منين؟ لا يقول الدرع هذا أنا وجدته في معركة بدور بعد ما انتهت المعركة، ولما قسم النبي الغنائم وانطعني غنيمة كبيرة قلت له لا هاي مني للمسلمين وزعها عليهم، أما أنا غنيمتي فهذا الدرع. يقول جبت خليته بالبيت لما خطبت فاطمة، يقول رحت بعته وإذا هذا الدرع يصير ثمن أو مهر لفاطمة الزهراء، باع بخمسمائة درهم، 500 درهم جابهن ذبهن من نبي النبي قلبهن بإيده بيدي أمي، قال خير نساء أمتي من أقلهن مهرا، وإلا لو جميع رمل الدهناء من اليمن إلى حضرموت إلى الأحساء إلى قطيف إلى هاي الجزيرة العربية كلها رملها يصير ذهبا وفضة، فإنه والله لا يساوي المل من أنامل فاطمة الزهراء سلام الله. شنو قيمة المال؟ شنو قيمة تجاه المرأة العظيمة التي بهذا المستوى من الجلالة والقداسة؟ يقول عادي هنا شروا لها آثاث. شو اشتروا للزهراء سلام الله عليها؟ من جملة ما اشتروا لها ثوب كتان، هذا للزفاف، ها مو ثوب العرس ثوب الزفاف، هذا طبعا له خصوصية، فجابوا سرير مزمل وأواني من خزف وعلى كل حال الأشياء البسيطة ومخدم الليف. يقول الإمام علي سلام الله عليه واشتروا لنا إهاب كبش، يقول بالليل ننام انا وفاطمة عليه وبالنهار نعلف عليه ناضحنا. حكي كل اكل الاثاث الموجودة هذه. بعدين قال له يا علي روح حي دارك حتى يصير زواجك. يقول داري شنو انا عندي حجرة، شنو شيء في داري شنو جيب بيه حصران فريش زوالي شنو يا قنفات. يقول عنده صديق مكاري قلت جيب لنا شوية رمل من برا. يقول جاب رمل وفرشه وعلى كل حال وجبت خشبتين خليتي اسمعوا. قلت له مو تقول لي ايام فقر وكان ما عندهم ذولا وقبل ما تقدموا حضاره. لا عمي اقرا التاريخ وشوف، عرفت اقرا عن قصر غمدان واقرا عن قصر الاخيوه واقرا عن قصور السابقين من اكاسره وقياصره. روح يا عمي وشوف ذاك التأسيس وذيك التقنية وذيك الزخرفة وذاك البناء وذيك العظمة، ها والقرآن الكريم ده يقول القرآن الكريم ده يبين عن هذه الأمور
لما يذكر في سورة الفجر نعم يقول سبحانه وتعالى عن جنة عاد نعم إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كله موجود وترتيبات، لكن أكو فرد ناس يشوف يعني قيادته وشخصيته وشرفه بالأموال والتطاوس، وهذا قارون بذاك الزمان حتى القرآن يذكر عن أمواله والمفاتيح الجملكة للخاصات والممتلكات وشيء، لكن وبذاك الزمان بعد تعال شوف ذيك القصور عند الضاد أبو جهل، لكن يا عمي أكبر واحد ما ينظر لهاي الأمور، هاي كلها ما لها قيمة، هو الإنسان اللي يصنع المال ويصنع التراب لا خير فيه حقيقة، الإنسان يصنع الوجدان والأخلاق والمروءة والإنسانية والدين والمعروف وإلى آخره، فهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه هاي أساسه. يقول ذهبت إلى النبي قلت يا رسول الله تعال شوف بيتي، يقول أنا أستحي من النبي بالله عليك السلام الطين بيت وياهي فاطمة الزهراء، وأنا قلت تعال شوف بيتي شعراوي غير الرمض شوف الذوق. يقول فجاء معي رسول الله، لما دخل النبي صلى الله عليه وآله الدار ورأى ذاك التراب يقول فبارك رسول الله على ذلك التراب وأخذ يشمه ويقول الله ما أطيب وما أعبق رائحته. حقيقة إن صاحبك الذي نقل لك هذا التراب لناصح يا أبا الحسن، هل يستطيع أن ينقل لنا مثله إلى دارنا؟ شوف قلبه، شوف النبي صلى الله عليه وآله يعني طيب نفس عن ابن أبي طالب، ما خلى وقر يعرف أنه خجلان، عرف يعني بين له على شيء هذا عظيم هذا التراب. وبعدين النبي عنده فالنظرة عميقة، مو القضية عواطف لو تسلية شيء طارئة لا تفرضها المجاملة، لا يعرف النبي هذا البيت ايش راح يصير فيه، هذا البيت اللي سقفه مثل ما بينت عرش الرحمن، هذا البيت اللي راح يولد به الحسن والحسين، هذا البيت اللي يكون به مصدر الإمامة يختلف عن قصر معاوية، لا لا عرف مولانا قصر الخضراء اللي الله أي تنشف تلاوة في أبياتهم أبدا وفي بيوتكم الأوتار والنغم ولا تبيت لهم خنثات ناجمهم ولا يرى لهم قرد له حشم الركن والتعريف والأستار منزلهم وزمزم والصفا والخيف والحرم صلوا على كل حال يا عزيزي. ويتم الزواج بهذا الشكل، قال لنا زواجك يا أبا الحسن سوي وليمة بس احنا علينا اللحم والخبز، النبي قال علي يعني اللحم وعلي الخبز، هاي ذبيحها واذبحها والخبز احنا نضع علينا وانت عليك التمر والسمن. يقول انا جبت بس كمية التمر، قال لي اعزم جماعتك اللي مخصوصين ها اللي انت لك بيهم رغبة وتحب تحضرون. يقول الامام علي بعد ما صلينا صلاة المغرب استحيت بعد اجل هذا، قال له تعال تفضل عندنا، والاخر يقول ايش عندنا علي خف صاحبه مثل يعني يقول خجلت، فاستحييت ان اخص قوما واترك قوما، فوقفت على ربوة قلت ايها المسلمون تفضلوا على وليمة عرش فاطمة بنت رسول. يقول فانحدر الينا 4000 مما يرغو، يصير 4000 بالله عليكم واطفالهم ها وعياله ممكن جابوا والله شكل لك عرس عد نبينا اليوم ها وعد علي بن ابي طالب ومثل الرسول اجت الناس مولاي من كل مكان. يقول فدخلت حزينا على رسول قال ما بك يا علي ليله عرسك كن فرحان ايش بيك شو القصه؟ فاخبرته قال لا عليك ادخلهم علي 2-2 او 3-3 وانت افرش اصماط وانا ودي. قلت له يقول الإمام أمير من سلام الله عليه فرأيت الناس أكلوا كلهم، يقول ورأيت الرجل يأكل وبذي قطعة من لحم أو خبز أو تمر، يقول حتى زاد عندنا إلى أن قسمنا على جيراننا.
هذا منين؟ ببركات رسول الله صلى الله عليه وآله. وظل يا عمي انت شغلك لو تركض ليل ونهار وما بي بركة ماكو فايدة. ترى حبيبي تطلب البركة من الله سبحانه وتعالى، بركة نظرة الله لطف الله، تقول بسم الله الرحمن الرحيم دائما، وخل قلبك مع الله جل جلاله. بس مو متقتلين لك في السبتسين الضبط الدريع بدون عرف مولانا وقت الدريع. سبحان الله اكو بعض ناس هالشكل، هذا من تزور امور زينة ماكو، الله يصيف نعمة ارتباط. يا اخي قحته تختلف، دريوعته تختلف، مشيته تختلف، ما ادري يصير به مسكين، يعني يصير مميز. ها من يقعد عرف ذا تقول كنا عقاب فالترتيبات كذا. لا يا عمي هاي ما لها قيمه، راح تجيك ساعه عرفت مولانا، مسكين يا ابن ادم، مكتوم الاجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقه وتنتنه الشرقه، والله راح تجيك ساعه متجا بين اهلك، لا طبيب ينفعك ولا حبيب يدفع عنك. اخوي احضر هالمجالس هذه، تعال ويا الفقره واقعد بالباب واقعا يعني، ها حتى الله يرفع شانك مستواك. والله وراك يوم ما ينفعك واحد بي ابدا، خصوصا لما تنغلق عليك الصخرة ويحكم ذاك الكرام وبذاك القبر الأظلم. الله مست بأهل البيت سلام الله عليهم، وتواضع يا أخوي، وهاي ما لها قيمة، لا الأموال ولا الصحة، هاي كلها قابلة للحادث والوارث وإلى آخره. ونسأل من الله أن يرزقنا عافية الدين والدنيا. شباب اخواني مؤمنين، هذا لقاء حلو مناسبة فاطمة الزهراء وليلة باشر، ان شاء الله ختام المجلس بوفاة الزهراء وخطبتها باشر هنا باذن الله تعالى. ندعو الجميع، وبعد القراءة ايضا لطم على الزهراء وعشاء هنا على بضيافة فاطمة سلام الله عليها. في هاي الورقة يعني بس راحت من عندي ما اقراها لكم. ها العشاء الساعة 8، ها قبل القراءة، العشاء قبل القراءة، بمناسبة الذكرى الأليمة بوفاة السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، تقدم وجبة العشاء الساعة 8 قبل القراءة، وسيعقب القراءة لطم الرادود من الغسال من عمر شاعر الله، فإنها من تقوى القلوب. ونسأل من الله تعالى وفقكم كما وأن من فوق المنبر يعني أشكر اهتمام الحقيقة الأخوة المؤمنين، ولا سيما جريدة الوطن اللي تهتم بهالأمور. هذا الأخ عباس زشتي الله يحفظه إن شاء الله ويبارك به، أم بعد جانا هالليلة هذه، وأنا في الحقيقة هذا الذي أنا يمكن أن أقدمه، بس يعني شريد هذا أعلامه وين يصير قبوله وين يصير؟ ها عند الله سبحانه وتعالى وعند أهل البيت وعند إمامنا المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام. فعلى العموم يا أعزائي صارت هكذا في ذيك الليلة، ها على أساس الزهراء سلام الله عليها تلبس ثوبها هذا الكتان الجابينه إلها، أو يجيبوها إلى بيت علي بن أبي طالب، نسوان المهاجرين والأنصار قاعدات، الزهراء سلام الله عليها تشوف أمهات المؤمنين كل من تقول شعر، ها وأهازيج وأشعار، ويعني بمناسبة هذا الزواج وفرح. يقول نظرت الزهراء يمينا شمالا رمقت واحدة من النساء من نساء الأنصار قاعدة، بس قاعدة قاعدة الاستكانة، قاعدة الفقيرة الذليلة، شوية كأن تتستر وراء النساء. ليش هاي هالشكل نظرت؟ واذا تشوف ثوبها ممزوق، ثوبها مشبوق، ها ثوبها ممزوق، فعرفت الزهراء هاي مستحيه من ثوبها اللي من ذياله ممزوق، من ذياله ما شكل اكيد كذا. يقول فمدت الزهراء يدها الى الصندوق اللي ثوبها اللي على اساس لبسه هذا العزيز عليها، ثوب ليلة زفافها، طلعته ونادت بيك المرأة الأنصارية، ها وقالت لها تعال تفضلي هذا الثوب وروحي بدلي لبسي وسعادي. هاي بعد فرحة الزهرة وانطتها ثوب وهو من أفخر واحد ثيابها، وفعلا راحت لبست الثوب ورجعت. أم سلمة لامت الزهرة قالت لها مولاتي هذا الثوب احنا اشتريناه
تلقينا بعدين خيطنا بصورة خاصة، وهذا ثوب خاص تلبسين ليلة زفافك ليلة أمسك. يقول فابتسمت الزهرة قالت لها: أما قرأت قول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ هذا قول الله سبحانه وتعالى. وأثلت عليها السرور قالت لها: اليوم السرور اللي أثلت على قلب هذه المرأة يسوى، أو أنه يعدل عندي ملك الدنيا سرور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدخل سرورا على قلب أخيه المؤمن خلق الله من ذلك السرور لطفا. فهذا اللطف في ساعة قبر الإنسان لما يدخل ليلة الوحشة ويظلم عليه القبر، يدخل عليه فيضيء قبره، فيقول له: من أنت؟ قال له: أنا ذاك السرور الذي أدخلت على أخيك المؤمن يوم كذا، فخلقني الله لطفا أن أكون بخدمتك. تدخل السرور مو تدخل الحزن على قلب أخيك وتأذيه. على كل حال يا عزيزي، واستتم مراسيم الزواج وملخص الموضوع: صار الزفاف وحضر. يقول النبي صلى الله عليه وآله: بإيده يقود زمام الناقة، ناقة فاطمة الزهراء اللي هي عليها ناقة الشهباء. فقدم رسول الله ناقته الشهباء فأوقفها عند باب بيته، ودخل على فاطمة فأخرجها بيده. هالشكل توي الأعمام يا أولاد العم يا المؤمنين، هكذا مو تخلي فرد يعني عقبات أمام الزواج وتحرقل ويسوي مشاكل، أنت يا الأم وكذلك المرأة على كل ذلك. فهنا يقول النبي: طلع فاطمة بإيديك وأثنى ركبته وسحقت على ركبة رسول الله وتوكت على متنه وصعدت على وقعد النبي الناقة بإيده إلى بيت علي. وحضر حمزة ابن عبد المطلب أو جعفر وسلمان وأبو ذر ومقداد وابن التيهان وفلان وكبار المهاجرين والأنصار وشخصياتهم وتميه من في المدينة. مع ذلك الاجتماع والعشاء أيضا كان عندهم كما بينت لك. يقول: وخرجنا نساء النبي أيضا كل وحدة تقول شعر، فهذا الشعر موجود هسه بس ماكو مجال أذكره. عائشة إلى الشعر، حفصة إلى الشعر، أم سلمة إلى الشعر، أم أيمن إلى الشعر، يقول وراء الزهراء سلام الله عليها. إلى أن وصل إلى الباب النبي التفت للمهنئين ولمن اشترك بالزفاف نساء ورجال وشكرهم وقال: انصرفوا جميعا. وأعطى ثغلته الشهبان إلى شرف من أصحابه أن يرجع بها، والنبي لهم اثنينهم ودخلهم الحجرة وسد الباب دخلهم الدار. فأجلس عليا وفاطمة وجلس بينهما وعقد. قال: يا علي، إني زوجتك سيدة في الدنيا وسيدة في الآخرة. يا فاطمة، إني زوجتك سيدا في الدنيا وسيدا في الآخرة. ثم أخذ ماء فتمضمض به وبعد ذلك مزه على صدريهما وقال: اللهم بارك لهما وارزقهما ذرية طيبة، ودعا لهم ذلك الدعاء. ثم أخذ بيد فاطمة سلام الله عليه وأدخلها حجرتها وأجلسها على ذاك السرير المزمل اللي مقلته نعم من حشوها الليف، وعلى ذاك نعم النطع اللي هو من جلد كبش. يقول: فأجلسها على هذا الفراش ورجع لعلي وأخذ بيده وراح دخل بإيده. لما وصل للباب قال له أبا الحسن علي؟ قال له نعم. قال له: إليك حاجة. يعني الإمام علي سلام الله عليه دخل في الحجرة، رجل قدمه ورجل بعد خارج، قال: علي عندي كلام وياك. قال: قل يا رسول الله. وأراد أن يمزح قال: على هالهيئة هذه حتى تأخذها الصورة الإلهية ها؟ قال: على هالهيئة لا. قال: قل يا رسول الله. قال: علي، هذه فاطمة روح التي بين جنبيك.
يؤذيني ما يؤذيها ويسرني ما يسرها ويريبني ما يريبها. يا علي هذه فاطمة وديعة من يدي إلى يديك. الله الله في هذه الوديعة. نعم أقول يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن سيدي ما هو عذرك؟ كان من رسول الله لما أرجعت إليه الوديعة بذلك الحال الذي يرثى له. كأن بالنبي يسألها: بنية ما الذي أجرى عليك هذه المصائب؟ أين ضلعك؟ أين عيب؟ وهكذا يسأل النبي كأن بها وهي تجيب: صاحت يا ابو يا قلبك يا ابو يا مرعون مرعون ابو يا وخلاف عينك مرمرون يا موعدة يا ولا عيد بيت وجوني يا ابويا بالباب لما نهيسوني يا ابويا يا ابويا للحايط وليها عصر راضي. انا قريت قبل يومين هاي هالهولتة اريد اكتب المجلس بهالكلمات هذه. يقول هذا الشاعر المؤمن: عمي عمي عيونها جرت ولا شنها سحر ثمنية جرت على الحسين من كل حدب وصوت ونسوا انه حفيد رسول الله وابن فاطمة. عمي عيونها جرت ولا شنها سحر ثمنية او تدري بكل مصايب نكرا الكونا اثنية. اي والله يا لا ما كسر ذاك الضلع ما كسر وضلوعتي لا ما كسر ذاك الضلع ما رضى وضلوعتي الصوت الصوت الشالع لما اقطق وزينب فيه. اي والله الصوت الشالع لما اقطق وزينب فيه حر قلبي لزينب لما وقفت عند العزين قالت وصدره وصدره ما يمشى لشيل النار. اي والله ما يمشى لكيل الله وصدره يا يحكي عيد ضرب رب مظلوعه وصدره يا 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 رجال كفوره والصدره ومن غسل غريب الغامري يا من غسل غريب الغامري وبقيت اصمد على الطيبين يا عاد الليالي كانت ويحسين راح يا وليالي الحزن ردا علي احيم البائعات بعدك ضعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله اللهم شافي كل مريض وفك كل أسير واطلب كل سجين وانصر الدين وأهل الدين. ونحن في ليالي الزهراء وذكر الزهراء
نطلب من الله أن يفرج عن كل مكروه ويشافي كل مريض.